ناخذ تعليقات سريعه من ضيوفنا على نتائج هذا الاستفتاء. مين راح يحسم الديربي؟ محمد الدهش يلا. اتوقع انت تختار بفارق هدف ولا راح تنتهي بنتيجه كبيره ولا راح تنتهي بالتعادل؟ ليه؟ اروح الفارق هدف لان المباراه الجميع يحتاجها. النصر متى ما اراد المنافسه العوده للمنافسه عليه تحقيق الفوز، راح يلعب اعتقد انه راح يلعب بتوازن كبير. الهلال ايضا بعد خساره مباراه الاياب من السد برباعيه في تخوف كبير طبعا من جماهير بسبب اعتقد التوازن الدفاعي الضعيف في نادي الهلال. راح تكون مباراه ممتعه لكن راح تكون فارق هدف، والاقرب اللي اشوفه ان الهلال. طيب مع خالد السعود انا اقول بنتيجه كبيره. اوف والله جامد، يعني فيها مجموعه اهداف فيها عدد كبير من الاهداف. وضع يعني مباراه الهلال والسد اعطتنا انطباع عن يعني مشاكل دفاعيه في الهلال، كذلك النصر ما هو في وضعه، لذلك انا اعتقد ان المباراه بتكون يعني مرشحه لتسجيل كميه اهداف كبيره. اعتقد ما راح تكون اقل من 4 اهداف في المباراه، بالرغم ان اقوى خط دفاع الان في الدوري النصر، بس مستوى النصر بشكل عام ما هو بالنصر اللي كان الموسم الماضي. الهلال رغم التصدر مباراة السد يمكن أعطت شيء من الشكوك على 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 هوية الهلال. أتمنى بإذن الله أنه نشوف غزارة من أهداف ومباراة ممتعة بين الطرفين. أبو خالد غرم العمري. أنا أتوقع بدر بفارق هدف. العلامة الفارقة في اللقاء اللي هو فيتوريا اللي أثبت نجاحه في جميع هذه المقابلات الكبيرة، في المباراة الكبيرة تجد هذا الرجل موجود ومتواجد، يعني حتى لو انتصر الهلال حيكون بفارق هدف.